أنشأ مجمع البحوث الإسلامية وأدخل الكليات العملية جامعة الأزهر، وافتتح معاهد الفتيات لأول مرة في تاريخ الأزهر. هو أول من حمل لقب الإمام الأكبر، إنه إمام التقريب، شيخ الأزهر الأسبق، فضيلة الشيخ محمود شلتوت. ولد الشيخ محمود محمد داوود شلتوت في قرية منية بني منصور مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في 23 من أبريل من العام 1893. حفظ القرآن الكريم صغيرا، ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني، وكان أول أقرانه في جميع مراحل دراسته، ونال شهادة عالمية الأزهر سنة 1918. وفي عام 1919 عين مدرسا بمعهد الإسكندرية الديني. في ذلك الوقت تفجرت إحدى أعظم ثورات الشعب المصري ضد الاحتلال الإنجليزي بزعامة سعد زغلول، فانخرط فيها شلتوت بقلمه ولسانه وجرأته المعهودة فيه. وفي عام 1928 استدعاه الشيخ المراغي شيخ الأزهر للتدريس في الجامعة، وسرعان ما رقي إلى تدريس الفقه بأقسام التخصص بالأزهر، وظل يتدرج في المناصب العلمية والإدارية حتى عين شيخا للأزهر عام 1958 خلفا للشيخ عبد الرحمن تاج. وما كاد الشيخ شلتوت يلي منصبه حتى ركز جهوده في النهوض بالأزهر، فصدر في عهده قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وأنشأ مجمع البحوث الإسلامية، وسمح للفتيات لأول مرة الالتحاق بالمعاهد الأزهرية، وتوسع في زيادة البعثات الأزهرية للدول الأوروبية، وأدخل الكليات العملية لجامعة الأزهر، وتم تدريس اللغات الأجنبية في الأزهر، وفتحت مدينة البعوث الإسلامية لتستقبل الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم. كان الشيخ شلتوت من كبار المؤسسين لدار التقريب بين المذاهب الإسلامية التي تأسست سنة 1947 بهدف توحيد كلمة المسلمين ولم شملهم. كما كان شلتوت أحد أبرز شيوخ الأزهر الإصلاحيين الداعين إلى التجديد، الرافضين للجمود والتقليد، ما جعله مثار إعجاب وتقدير في العالمين الإسلامي والمسيحي، فمنحته المغرب وسام العرش سنة 1960، كما منح الأوسمة من أفغانستان والسودان والكاميرون، في حين منحته جامعات تشيلي وإندونيسيا والكاميرون الدكتوراه الفخرية. استمر الشيخ شلتوت في مهامه العلمية والإدارية، يؤدي مهمته الوطنية ويحمل هموم أمته، ساعيا نحو التجديد، مواجها لحملات التشكيك، يجيد الحوار مع الآخر ويشغل به فكره وخاطره، يجوب أقطار الأرض وحواشي البلاد، محاورا وداعية، له وقاره وحلمه وفهمه وعلمه، حلو المحاورة لين العريكة، حتى وافته منيته مساء ليلة الجمعة في 27 من شهر رجب من العام 1383 من الهجرة، في 13 من ديسمبر من العام 1963، وشيعت جنازته من الجامع الأزهر في مشهد مهيب، فرحم الله إمام التقريب.